اعتمدت شركة كان للإنتاج على نجاح الثلاثي محمود عبد المغني وأمير كرارة وعمرو يوسف في مسلسلهم المواطن إكس لعمل الدعاية الإعلانية لمسلسلهم الجديد الطرف الثالث، وأكدت الشركة إنها تعتمد على هؤلاء الثلاثة لأنهم يحملون مقومات النجومية، كما أن سيناريو العمل مختلف وجديد عما يقدم في الدراما التلفزيونية. بتدور أحداث المسلسل حول ثلاث شباب جمعتهم ظروف واحدة وتربط بينهم صداقة عميقة، ولديهم حالة من السخط وعدم الرضا تجاه المجتمع، ولا يفكرون إلا في أمر واحد وهو الثراء بأي طريقة سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة. العمل من تأليف هشام هلال ومصطفى حمدي والإخراج لمحمد بكير، وبتشارك بطولته هنا شيحة. عشان تبقى عايش في البلد دي لازم يكون معاك فلوس أكتر من عادي، وهي دي بقى مشكلتها. كله يبعد عنه، مش يجي واحد زيك على آخر الزمن ويدوي دراعي. أنا أعتبر نفسي ما سمعتش حاجة. لا نعمل الليلة دي كلها كده من أولها لآخرها بفلوس ناس تانية ما نعرفش أساميهم أساسا. انسي يا أمي، البلد دي مش بتاعتك. ما تخلقش لسه اللي يبعد عنه.